استشاري كرام، من الاقسام المميزه جدا هنا في مستشفى غبر العسكري هو قسم النساء والتوليد، ومن احد غرف العمليات المتميزه جدا والحديثه جدا هنا داخل المستشفى. يسعدنا يكون معانا السيد العميد الطبيب ايهاب قابيل رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. استاذ العميد ايهاب، بقول لي بقى يعني نتعرف على اهم العلاجات اللي موجوده هنا في قسم النساء والتوليد، وانتم متميزين هنا داخل المستشفى بجراحات النساء والتوليد هنا والاطفال. اسم النساء والتوليد طبعا غمره طول عمرها هي مبنيه على النساء والتوليد والاطفال، ده التخصصات الاساسيه الموجوده طول عمرها في المستشفى. اسم النساء عندنا بيعمل جميع انواع عمليات النساء والتوليد، الولاده الطبيعيه والقيصريه والولاده بدون الم، وبالنسبه لعمليات النساء كلها الاورام الحميده والخبيثه وجراحات المناظير، سواء مناظير الرحم والمناظير البطن. دي احنا موجودين دلوقتي في احد غرف العمليات. دي غرف العمليات. احنا عندنا ثلاث غرف عمليات وكشك ولاده. دي الحاجات الموجوده عندنا. بالنسبه للعمليات احنا عندنا جميع انواع العمليات بتتم عندنا، والحاجات اللي احنا بنتميز بيها حاليا جراحات المناظير وجراحات الماشينه المتقدمه، ودي من العمليات اللي هي بقت منتشره جدا الفتره الاخرانيه. وهنا بنتميز ان احنا بنحافظ على الرحم في اكثر من 95% من الحالات. وعملنا عمليات كتير جدا الفتره اللي فاتت وكانت الحمد لله تمت. انا بشكرك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بنحب نرحب بالعقيد الطبيب محمد امين رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير هنا بمستشفى غمر العسكري. اهلا بيك يا دكتور محمد وصباح الخير. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. محمد قول لنا احنا فين بالظبط؟ احنا هنا فندم وحده مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى غمره. احنا عندنا نوعين من انواع المناظير، في مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومناظير القولوني. منظار الجهاز الهضمي العلوي ده بيستخدم في ليه شقين، شق مرضى التلافه الكبدي، وده بيبقى اكثر شق موجود حاليا، اللي هو مرضى التلافه الكبدي دايما بيعانوا من نزيف دموي، بييجوا هنا بيحتاجوا يبقى حالة طريقة، بنعمل لها منظار معدة عاجل، وبنعمل ربط لدوالي المعدة أو حقن لدوالي المعدة والمريء بالضبط كده يا فندم. في الشق التاني برضو اللي هو أورام الجهاز الهضمي زي أورام القولون أورام المعدة، بيجي المريض بأعراض معينة بنشك إن فيه يكون فيه اشتباه أورام، بنعمل منظار معدة أو منظار قولوني، وبناخد عينة من الورم ده وبنتحلل، وبناء على نتيجة التحليل ده بيبقى خطة العلاج الخاصة به سواء عملية أو علاج كيميائي. برضو في بعض الأطفال اللي بيجي مثلا بيبقى بالع جسم غريب، مثلا عمله معدنيه او اي حاجه زي كده، طبعا بيبقى حاجه دي حاله طارئه برضه، بيستخدم عن طريق منظار المعده استخراج للجسم الغريب ده عن طريق منظار المعده. بيوفر علينا حاجات كتيره، بدل قبل كده الحاجات دي ممكن تحتاج عمليه او كده، لا دلوقتي عن طريق المنظار حاجه بسيطه جدا، بنخش بالمنظار عن طريق الفم ونستخرج الجسم الغريب ده. دكتور محمد، امتى اللي بتحدد ان المريض ده عاوز يعني تدخل بالمنظار؟ بص يا فندم، في حاجتين، في المنظار الطارئ، حاجه طارئه ده عيان جاي بنزيف او قيء دموي، ده لازم يخش وقتي، بيعمل حاجه اللي هي الريسوسيتيشن او اللي هو الاسعافات الاوليه، بياخد العلامات الحيويه بتاعته اذا كان محتاج نقل دم حليل، وبعد كده بنخش المنظار وقتي بسرعه طبعا، لان ده بيبقى فيه دوالي، حضرتك زي ما انت عارف مرضى التلافه الكبدي بيبقى فيه دوالي في المريء، ده عباره عن شريان بينزف، لازم يحتاج حاجه عاجله سواء تدخل بالمنظار حقن او ربط للدوالي. انا بشكرك دكتور محمد. انا بشكرك يا فندم.